واختتم حديثه في النهاية: الاقتصاد المصري حصل الآن على صناعة جديدة وهي الطاقة النووية. بنبارك لنفسنا الحقيقة وبنبارك للمصريين، دي خطوة وحلم كبير يمكن بدأناه قبل كده وتعثر والآن نستطيع إكماله. ورئيس السيسي أشار إلى أنه المشروع بيسير بوتيرة سريعة كمان أكبر وأسرع من المتوقع، ودي مؤشرات جيدة جدا جدا جدا. وإحنا نحتاج طبعا بشكل كبير جدا للطاقة النووية السلمية النظيفة، هتعمل نقلة نوعية في إمدادات الطاقة في مصر ربما في المنطقة كلها. عشان كده خلينا نروح نشرح مع حضراتكم ايضا ايه اللي شفناه النهارده وتاثير ده هيكون علينا ازاي، وامتى نشوف اختتام واكتمال المشروع بصيغته النهائيه وبدايه الانتاج. كل دي الاسئله دي هنروح بيها للدكتور سامح نعمان استاذ الهندسه واستشاري الطاقه المتجدده، بنرحب بيه هاتفيا معنا في الخلاصه. اهلا بيك يا دكتور، منورنا. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين يا فندم. اهلا بيك. احنا ايه اللي كنا بنتفرج عليه النهاردة ده ماذا يعني في سلسلة بناء المفاعلات النووية؟ والله حضرتك احنا بنشوف حاجة عظيمة جدا داخل جمهورية مصر العربية. اولا بنشوف نقل التكنولوجيا للطاقة النووية الى جمهورية مصر العربية، ودي من اعظم التكنولوجيا اللي موجودة في العالم. مع ملاحظة ان المحطة النووية اللي موجودة هي الجيل الثالث بلس، وجيل الثالث بلس ده أحدث ما أنتج من الطاقة النووية، ومن شروطه في الأمان عالية جدا. أولا قبل ما نتكلم على الشروط بتاعة الأمان، التكنولوجي أصبحت دلوقتي هتعمل مصانع مصرية روسية وتتنقل التكنولوجيا بتاعة تصنيع الطاقة النووية داخل جمهورية مصر العربية، هيقوم بها المصريين بالشراكة مع الروس. ثانيا في محاكي يشابه المحطة، المحاكي بيتدرب عليه القائمين على العمل داخل المحطة. والكلمة محاكي يعني معناها ان هو بينفذ ما هو موجود داخل المحطة على الحقيقة، فده بيدي خبرة وبيدي مجال اكبر للتعليم والوصول الى التكنولوجيا بسهولة. ثانيا المحاكي كمان بيحاكي اي مشكله ممكن يتوقع او تحصل وازاي يديله الحل بتاعها، فده بيديله عنصر كويس لحسن التصرف وسرعه التصرف لا قدر الله اي مشكله جانبيه حصلت. موقع المحط اللي موجود هو معمول فوق سطح البحر بارتفاع 10 متر، ده بيتفادى اي مشكله لارتفاعات الميه زي التسونامي اللي كانت وصلت اخرها 7 متر، فده بيبقى في مجال الامان. كمان احنا بنقول ان هو A+ A+ ده اللي هو اللي موجود غرفه تحت المفاعل المفاعل، لا قدر الله حصل مشكله داخل المفاعل الغرفه دي بتفتح وبتلم المفاعل بينزل جواها وبتتقفل، فبالتالي ما بيبقاش فيه اي تاثيرات من لا قدر الله اذا حصل اي مشكله في التبريد داخل المفاعل. حضرتك كمان ان روسيا مشتركه معانا باكثر من 85% من راس مال الانشاء بتاع المفاعل، والقرض ده احنا بنسده بعد ما المحطه بتشتغل وتبتدي تنتج، احنا بندفع القرض من الانتاج بتاع المحطه. كمان احنا هم هيساعدونا في الوقود النووي النفايات النوويه، واعتقد تم تدريب مصريين على ده. على كده او كمان حضرتك الوقود النووي والمرحله الاولى بالكامل العادي بتاعها موجود، وموجود 5 سنين لقدام وخمس مراحل لقدام، وفي اتفاقيه ان مصر لها الاحقيه انها تمسك هذا الوقود النووي داخل جمهوريه مصر العربيه، لان في جزء من الوقود النووي داخل جزء منه من مصر، فلها الاحقيه انها تنتج الوقود النووي. يعني بعد كده احنا لا نحتاج اي حد يشتري منه وقود نووي. نعم. طيب دكتور، ما لناش قيود سياسيه، لان احنا كان عندنا 3 محاولات قبل كده وفشلت، كان منهم 2 فشلوا بسبب القيود السياسيه على ان احنا يبقى عندنا محطه نوويه. اتفضل يا فندم. نعم. طيب ده ينعكس بشكل مباشر ازاي عليا انا كمواطن وعلى خططنا كمان للتنميه في مصر؟ ويمكن اشاره السيد الرئيس لفكره احنا في عصر بنشهد فيه مشاكل في امدادات الطاقه. حضرتك الطاقة النووية هي طاقة نظيفة. طاقة نظيفة بمعنى هي مش متجددة ولكن نظيفة. كلمة نظيفة معناها ان هي كل ما بنتج كيلو وات من الكهرباء
بيطلع قدامه ما يقرب من 15 جرام ثاني اكسيد كربون. ده لو انا قارنته بالغاز اللي انا بستخدمه في محطات الكهرباء، كل كيلو وات بستخدمه من محطات الغاز بيطلع قدامه لا يقل عن 500 جرام ثاني اكسيد كربون. فبالتالي انا بحصل على بيئه نظيفه. ادي واحد. اثنين، انا كل 150 كيلو وات باخدهم من المحطه متوفر قدامي وحده حراريه من الغاز. الوحده الحراريه من الغاز لها ثلاث استخدامات اقتصاديا. الوحده الحراريه دي لو حطيتها في محطه الكهرباء فسعرها 3 دولار. أي. لو حطيت الوحده الحراريه في مصانع البتروكيماويات تاخد 9 اضعاف مكسب. لو حطيتها في التصدير ببيعها ب 27 دولار. لو حطيتها في تموين السيارات بتديني مقابلها 28 دولار. ايضا كمان اعتقد انه هتساهم في توفير بقى الوقود الاحفوري، الغاز اللي احنا ده نستخدمه هنا طبعا نصدره اولى، ويبقى عندك الطاقه النظيفه في الداخل. يعني ده المقابل بتاع استخدام للطاقه النوويه هيوفر لي الغاز اللي انا بستخدمه مقابل ليه في الكهرباء، اقدر استخدمه في اي حاجه من الثلاثه دول، وده العائد بتاعه اقل شيء 9 اضعاف ان انا استخدمه في الكهرباء. طبعا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور سامح نعمان، أستاذ الهندسة واستشاري الطاقة المتجددة.